وأقول اللهم اشفي ولدي المريض ولم يشفى، لم ينفعني الدعاء. خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لمات ولدك. أو واحد يقول اللهم أعني على قضاء ديني، ومضت أيام أو شهور ولم يقضى دينه، فقال يا أخي ما نفعني الدعاء. خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لزاد الدين أو ذهب واشتكاك في الشرطة أو في غيرها. انتبه لتقول ما نفعني الدعاء. أحيانا يا جماعة نحن نبحث عن شيء ونسعى وراءه، والله جل وعلا يقدر لنا شيئا آخر هو خير لنا. أذكر واحد من يعني معارف الخاصين، خطب فتاة وهو عمره كان في 60 تقريبا، وخطبها كزوجة ثانية عمرها كان تقريبا في 30. وافقوا له وعقد نكاحه عليها وفرح، لكن لم يدخل بها بعد، كان سيدخل بها في يعني العطلة الصيفية بعدها بستة أشهر. البنت بعد شهرين أو ثلاثة تراجعت عن قرارها وقالت لا أريد الزواج. حاولنا فيها ودخلنا واسطات، لكن سبحان الله صرفت عنه فطلقها، وهو لم يدخل بها بعد، وكاد قلبه أن ينقطع شوقا إليها وحبا لها. بعد قرابة وكان يدعو يا ربي رجعها لي، يا ربي رجعها. بعد قرابة 4 أو 5 أشهر خطبها رجل آخر في مثل سنه أو أكبر منه بقليل، فوافقت وعقد لها عليه وتزوجها، فكاد قلب الأول أن ينفطر. كيف طيب هو أكبر مني بسنتين ثلاث وأنا؟ سبحان الله بعد زواجها من الثاني بشهر تقريبا صار عندها سرطان في الثدي الأيسر، فعالجت مرارا ثم قطع، ثم بعده بأسبوعين أو ثلاثة طلع السرطان في الثدي الأيمن، عالجت لم تشفى فقطع، ثم صار عندها مشكلة في الدماغ، ثم صار عندها عمى وأصيبت بعمى، ثم سبحان الله توفيت. الزوج الثاني لم تلبث معه إلا قرابة 9 أشهر كلها أمراض وراء أمراض. فكنت أقول للأول، أقول سبحان الله انظر كيف أنك تريد وتسعى وتدعو وتبتهل وتشعر أن سعادتك وأنسك وسرورك مربوط بها الفتاة، والله جل وعلا يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يعلم أن زواجك منها ربما أشغلك وأحزنك، والسرور والفرحة والاستمتاع الذي تسعى وراءه لن يتحقق معها، فعلم الله عز وجل ذلك، فالله تعالى يصرفها عنك وأن تركض وراءها، والله يصرفها عنك. ذلك يقول عليه الصلاة والسلام هنا، إما أن يستجيب له في الدنيا أو أن يكف عنه شرا بدعائه، ثم ذكر الثالثة وهي أحلاها، قال وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات، لأن عمل صالح. قال الصحابة يا رسول الله إذن نكثر من الدعاء ما دام ما في دعاء يذهب هباء نكثر. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكثر، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوه.